بيزيد ثاني شويه بتاكل لوزه بياكلها بيزيد ثاني شويه بتاكل لوزه بياكلها ثاني شويه بتاكل لوزه كلها واحد شويه وشي جل الحاج وقف طوموبيل جل الحاج هات لوز ابني لوزوي ليش بيتك انا بغيت اشتري شي كوميرو قالت يا ولدي هذاك راه ماشي لوز لا اعطى شوكولات لان ما عنديش مكان تاكل شوكولات وتاكل لوز هذا من اللي نقول لك اللي عن المحظوظة اللي جبرت هذا الحاجة هي اللي جبرت الحاجة كانت عقلية معروفة بشباب كانت يوني كانت شو تطريب كانت يوني عندي الحق تعجب 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 راسي ده صراف تطريب شدها كانت شوية من عند المورد كانت عيزة الدوري لا تاني أستاذ رشيد طالع ماشي مشكل رشيد طالع لا مش شعوي رشيد طالع رشيد طالع كنت سيرش مع الجمهور في وقت التريدة كيفاش الاحساس ديالك وانت كتقولي انا جيت هون على حساب داروا لهم كبيره بحلقه لاباس عاود زاد لاباس وخدوا كبيره لاباس زاد شويه لاباس واحد شويه وثاني واحد شويه تاع الجوانات كاو شكيله مغيره يعني هذا ربما يكون عندو واحد هذا طوال هذا دار الجوانات قال لي غير الكلام ما تصوموش كلام وطني غير تصوموا ما تصوموش غير تصوموا ما تصوموش قال لي يا ولدي كيفاش تصوموا ما تصوموش انت ما عندكش ايه لا المكبر الحق هو اللي كان جاوب مع الفرنسا كاش عارف هو نفس ولكن الكلام غيرته انا واش راه حاضرين لا فهمتك قلت اللحن ديالك هي أغنية ديال عندي قليل واحد اللي مغنيها حميد المرضي حميد المرضي خلينا خلينا اللحن لحن. والكلام غير أنا درت لها كلام ثاني هو كيتغنى بحب الوطن وكيتغنى بحب البلاد لأن دريك أنا جبر مواضيع ما هي موجودة كل شيء فارغ وكيف هذه الآونة في حب الوطن اللي كيتغنى البلاد عاد شوية كاين جمع واحد ما تلاش مزيان كيغني على الوطن ولكن غادي نبداو غادي نغنيو على وطننا وغادي نغنيو على ملكنا وغادي نغنيو على حب الوطن وغادي حتى شي واحد يمنعنا باش نغنيو على حب الوطن علاش كان حمد مرضي بالضبط هو اللي عيط الوحيد في العالم هذا الاغنية اللي كيفيه الطبيب ديو اغنية معايا وانا اقترحت ليه باش نغنوا هذه الاغنيه اللي معروفه بوقعها ومعروفه ولكن نغنوها بصيت ثاني وعدلت معها اغنيه ثانيه اللي هي اغنيه حسانيه لانه ما كانش عنصريه بيننا كان غنيت له اغنيه قالوا غنى معايا اغنيه الجمهور كيعرف رشيده طلال كفنانه واش رشيده طلال كتكتب كلمات ولا حنا الوحيد في العالم طبيعه جنوب الصحراء هو معروفين الشعب الوحيد في العالم اللي كنزيدو الثلاجه كنعمروها بالماء تقريبا جبل وبرا كندير في سيدي الميت هذاك كاتبتهم كلام في سي عبد الله بيت الله بغيت تفتح في كل يوم احنا ما نقولوش كيف كيف الشعب الوحيد في العالم الشعب الوحيد في العالم اول حاجه هو هذا الكلام اللي غنيت لا كاين كلام غنيته لا ماما الكلام اللي جات زعما واش عطيتي غنيت الكلام اللي انا مع غالي حباش الشعب الوحيد اللي كيتكلم معاه القهوه وبيه غنيت ولي مع حميد مرضي هو اللي غنى لي زعما زعما طالع
كلمة أخيرة بالنسبة لجهاد رشيد القلاني. وكيدور هادشي كيدير الجمهور ديال 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 الوحيد في العالم اللي كيجي الجمهور هو مغربي، مواطن مغربي وشعب مغربي، بغيتهم يبغوا بلادكم. بلادكم تبارك الله ما كيفتح حد، بلادكم تبارك الله فيها الأمان، لا يعدل فيكم حد البلبلة ولا يبغي ولا يحل ولا تعودوا طعم الناس بغيت حد الوسواس في بلادكم. بلادنا رانا حاضرين متشكرين ولا تطمئنان ولا تطمئنان ولا ينتموا ان شاء الله باذن مولانا شعب زين وبلادنا زين وفيها الامان وعين الحسن.